أنهت الورشة الإقليمية حول صحة الإنجاب والأمراض التناسلية التي نظمها صندوق الأمم المتحدة لدعم الأنشطة السكانية بالتعاون مع منظمة كير الدولية وبإشراف من وزارة الصحة العامة، أنهت هذه الورشة عمل مساء أمس بفندق هيلتون بحضور مسؤولي الجهات المشاركة في التنظيم. منى حسن سكري. اختتمت أعمال الورشة الإقليمية التي استمرت لمدة 3 أيام والتي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة غير الحكومية كير الدولي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، حيث شارك في هذه الورشة الإقليمية 11 من ممثلي دول إفريقيا الغربية بالإضافة إلى تشاد. وقد ناقش المشاركون العديد من المشاكل التي تعاني منها الأم والطفل والأمراض الجنسية. بدوره المدير العام لمنظمة كير الدولي بتشاد أكد بأن هذه الورشة سمحت لهم بمناقشة ومدارسة كافة العقبات التي تواجه الأم والطفل، خاصة فيما يتعلق بوفيات الأمهات أثناء فترة الإنجاب. لذلك ناشد الحكومة التشادية بضرورة تطبيق القرار صحة الإنجاب. ممثل وزيرة الصحة العامة دكتور عبد الرحمن بودوشكو تحدث عن أهمية هذه الورشة. في المدة دي وصفوا قدر ممكن المشاكل النساها الإنجابية هنا نساء وبنات الشباب تنحل. ومعروف الحكومة إنشاد تحت قيادة الرئيس إدريس دبي إتنو قاعدة تجاهد من أجل صحة المرأة والطفل. عشان ده واجب أي ناظم يفهم ويشارك من أجل صحة المرأة والطفل. ممثل منظمة كير الدولية شكر جميع المشاركين في هذه الحملة وأكد بأن المنظمة هي تقف دائما بجانب المنظمات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني لأجل القيام بتطبيق قرار صحة الأم والأمراض الجنسية في الأقاليم، وطلب من الوفود المشاركة في هذه الورشة بضرورة تطبيق التوصيات والنتائج التي خرجت بها المشاركين من أجل صحة الأم والطفل. ونشير إلى أن مثل هذه الورش لا شك بأنها ستسهم في تحسين صحة الإنجاب وتجنب الأمراض الجنسية من أجل رفع الصعوبات التي تواجه السكان.